قلوبنا يطلع الله عليها، أليس كذلك؟ أيننا من تحقيق قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فاحذروه. والله تحقيق هذه الآية ضعيف إلا عند من وفقه الله. أيننا من استشعار الملائكة الذين يكتبون إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كم من كلمة أخرجتها من فمك لم تفكر في عواقبها ولم تنظر إلى حكم الله فيها قبل أن تتكلم بها، ونحن كلنا كذلك، نخطئ ألسنتنا لم نتبع فيها القاعدة الذهبية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبالتالي نخشى على أنفسنا من أنفسنا أن يصيبنا الله بعقوبات بسبب ذنوبنا ومعاصينا، بسبب إفلاتنا لألسنتنا، بسبب تقصيرنا في تبليغ دعوة الله عز وجل. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم، اللهم اعفو عنا جميعا، اللهم اعفو عنا جميعا، اللهم اعفو عنا جميعا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.